أخبار اليوم. ما احنا شفناها العربية. لا 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 حاجة. ما شفناش؟ يعني الهدايا اللي جات لك بتجي لك على طول في عيد ميلادك بتجي لك ايه؟ هدوم، في حاجات، كل سنة انت طيب، ترند، فيديوهات. حبيبي حاضر اي حاجة. بالنسبة بقى للفلوس والموبايلات والعربيات. لا لا فلوس والموبايلات ايه؟ ده انا لسه ماشي بالموبايل بتاعي. مفيش في هدية بقى جمهورك النهاردة بيقدمها لك. توقع ايه على فكره انت مش بتشوف رياكشنات كده. طب ايه يا جدع، مفيش زقفه طيب ولا اي حاجه؟ ايه ده؟ طب ايه؟ طبعا ميداليه مفتاح بس. ايه ميداليه مفتاح؟ ميداليه مفتاح بس كده. بس عربيه. ممكن متوقع حاجه زي دي؟ بصراحه لا. انا ايه ده؟ طب متوقع مين اللي جابها لك؟ تكذبوا صح؟ تكذبوا كذابين صح؟ هزار رخم. متوقع مين اللي جابها لك؟ طيب عرف امي صح. كان امي جبتها لي. تعالى شوف الهدايا. يا رب يستر ما نعملش. نزل تعالى طب يا اخي انت نوت. يلا نوت. يلا ايوه لا تعالى. يا نهار. انا اسف كريم. انا اسف جايب على فكره. ايوه انا عارف. فرسان طيب. الف مبروك يا حبيبي. انا بارك في فرسان طيب وعباد ميسي في سنه كده دايما. ننزل سوا نشتري قمصان سوا. تعالى ننزل نشتري قمصان. تعالى تلعب فضائيات. قول لي بقى، يعني انت كانت امنيه حياتك ان انت تجيب عربيه ومحمد ينزل منها؟ فكرت في الموضوع ده كم مره؟ والله لا، يعني حاجه جميله انك يا عم حاجه جميله ان صاحبك يسيبك ويمشي. حاجه جميله بجد ان انت تيجي تشوف نوع من التقدير ده. يعني بجد مبسوط واشكر ايا، يعني انا لسه ما عرفتش مين جابها. اشكر اللي جابها جدا 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 جدا. الهديه دي انا عمري ما انساها وهتفضل مسجله في التاريخ كله في اليوتيوب كل حاجه. قول لي احساسك ايه بعد كل حاجه. شكرا، يعني بجد شكرا على احلى عيد ميلاد. يعني احساسك ايه دلوقتي وانت جاي؟ انت جاي قول لنا انت جاي عايز اسوق إيه؟ يا عم لا اله الا الله. يا انت عم انت جاي في ايه؟ جاي راكب ايه؟ انا جاي ماشي عشان جاي. جاي احساسك دلوقتي وانت راكب؟ سلام يا ابني. لا يلا يا عم يا ابني قول تعالى هو بيعرف يسوق؟